التنمر ده ممكن يوصل الحالة للانتحار، يعني في حالات نفسية بتسوء من كتر الضغط النفسي طبعا، بيلاقي مثلا المجموعة كلها اتلمت عليه. صح. يعني مثلا هو غالبية انتشاره بيبقى ما بين التلاميذ او ما بين الاطفال في المدارس. نعم. لذلك هي الحملة كانت موجهة للمدارس او التلاميذ لانها الاكثر اكثر من الستات. لان الستات ما يعني مش هنقول ان الموضوع يعني فج بالنسبة لهم. في بتذكر لما كنا اطفال في كان قصة فرنسية، يعني هذا من زمان التنمر موجود طبعا. هي قصة سبز الشعر الاحمر، هذا كان عبارة عن طفل صغير، كانوا الاطفال بالمدرسة كلهم بتمسخروا عليه، يتهزئوا حتى لقبوه مصرز الشعر الاحمر. صح. بالزبط. بالاخير انتحر، بالقصه بينتحر. صح. هذا القصه يعني من قديمه، لانه مش حاجه جديده على ما كان تخين. او الطفل اذا لابس نظاره سميكه تلاقيه بالظبط. يعني كان في كل فصل في حد بيبقى متاخدينه ماده او تسليه ليهم بالتريقة وبيوصفوه بألفاظ، رغم ان طبعا الاسلام لا، انا لما كنت صغيرة كانوا يقولوا لي يا قصيرة يعني ده تنمر كان الحالة النفسية لو ساءت ما يبقاش تنمر، لكن خلاص خيبتي ظنه يعني. انا عكس واحدة في الشارع وده ما أثرش نفسيا عليها بالسلب، يبقى ده تنمر. ده تحرش. لا ده تحرش. لا لو قرر هي مبسوطة محمود، هو فين دور الاهل في مكافحة التنمر؟ يعني ايه المطلوب من الاب والام علشان انه ينبهوا اطفالهم ابنائهم او حتى بصي هو توعية الموضوع من البداية، شو يعني شو هو دورهم؟ شو اللي لازم يعملوه مع اولادهم بموضوع التنمر؟ بصي اهم حاجة ان هم يكونوا واعيين اساسا لتعريف التنمر، عارفينه يعني ايه، يعني مش مصطلح كده عبثي، لابد ان يكون فاهم يعني ايه تنمر. فبالتالي يبقى متابع ابنه في المدرسه، هل انت حد ضايقك، حد قال لك كلمه زعلتك، في حد اتريق على حاجه في جسمك فيك، خاصه لو مثلا بنت تكون شكلها مش حلو فيها عيب، ولد يكون شكله فيه حاجه، وخاصه دلوقتي احنا احيانا بنلاقي بس اطفال اللي هم اللي بيحاولوا يدمجوه مع المجتمع ويدخلوا ذوي القدرات الخاصه. فبالتالي كل الامور دي محتاجه علاج، او محتاجه ان انت تبقى فيها حملات توعيه وفيها تفهيم للاطفال. ولعلمك برضو الاطفال من مصغرها ممكن تستوعب كل حاجه، يعني ممكن تمشي على طريق القوانين في القصه دي، بحيث ان الامور تبقى سويه، وان انت تبقي متابعه القصه دي اول باول، ما تسيبيش طفلك مثلا او ابنك او بنتك ما تتابعهوش يوم بيوم، ما تتابعيش زملاته في الفصل، ما تتابعيش المدرب بتاعته، ما تتابعيش التقارير يعني الاستايل الاجتماعي في المدرسه. ما كان في دور لل